وليس هناك حب أقدس ولا أطهر ولا أجل ولا أكرم ولا أسمى ولا أسمى ولا أسمى من محبة الله جل جلاله. وإذا صدق العبد في حبه لله سبحانه وتعالى وصدق في عبوديته لله سبحانه وتعالى أحبه الله، لأن الله أكرم الكرماء، والله أوفى ما يكون عهدا لخلقه سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله، من بمعنى لا، أي ولا أوفى بعهده من الله. فالذي يصدق في محبته لله وطاعته لله سبحانه وتعالى يتدرج في مسالك الحب حتى يبلغ أسماها وأعلاها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترتج السماء فيصعق الملائكة، كما في رواية الموطأ، فيصعد جبريل فينادي الله: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تأمل رحمك الله، إذا نادى الله باسمك في السماوات وفي ملكوت السماوات: يا جبريل إني أحب فلانا، واعلم علم اليقين أن الله لا يحب خلقه لألوانهم ولا لأحسابهم ولا لوظائفهم ولا لمراتبهم، وإنما يحبهم بما بينهم وبينه من الإخلاص والتوحيد والخشية والرهبة والخوف الصادق من الله سبحانه وتعالى. حينما يطلع الله على ضمير العبد وعلى قلبه فيجده مليئا من خشيته وخوفه ومراقبة الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما يعمل، حينما يطلع الله على قلب العبد فيجده أصدق ما يكون توحيدا وأخلص ما يكون إيمانا وإيقانا بالله سبحانه وتعالى، فإنه يحبه: إني أحب فلانا فأحب، يا جبريل إني أحب فلانا. ما قال: يا جبريل أحب فلانا، إني، وإني هذه وراءها دلائل وشواهد قامت على صدق عبودية العبد لربه. أحب الله عبده فنادى في ملكوت السماوات حينما رآه مقيما للصلوات مؤديا للزكوات صائما لرمضان حاجا للبيت معتمرا مؤديا حقوق الله بارا بوالديه بارا بإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وقراباته وصولا للرحم لا يدخر وسعا في بر لوالدين وصلة رحم، لا يدخر وسعا في بر المسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، يسعى في دلالتهم على الخير وإرشادهم على الطاعة والبر، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. يحب الله عبده فينادي في ملكوت السماوات أنه يحب فلانا، فيا جبريل أحبه. متى؟ إذا صدق في عبوديته لله، فابتعد عن حدود الله ومحارم الله، واستغنى بحلال الله عن حرام الله، فلم يسمع الله منه كلمة تغضبه، ولم يسمع الله منه كلمة تسخطه سبحانه وتعالى. يحب الله عبده، فإذا أحبه نادى في ملكوت السماوات بهذا النداء: يا جبريل إني أحب فلانا. تصور إذا نودي باسمك في ملكوت السماوات، إن هذه المنزلة السامية الشريفة العالية لا تكون بالتشهي ولا بالتمني، لا تكون لمن يمدح نفسه ولا تكون لمن يزكي نفسه أنه كذا وكذا، ولا تكون لمن ينظر لنفسه نظرة العجب أنه عابد أو أنه صالح أو أنه طالب علم، إنما تكون للمتواضعين، تكون لمن يزري نفسه، تكون للمشفقين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يحبك الله بالأعمال الصالحة،
يحبك الله بالقرب، يحبك الله وأنت تغبر الخطأ إلى المساجد بكثرة الخطأ إلى المساجد، يحبك الله بالتبكير إلى الصفوف الأول، يحبك الله بالخشوع عند سماع تلاوة الإمام، يحبك الله بإفشاء السلام على إخوانك المسلمين، يحبك الله بسلامة الصدر حينما تمسي وتصبح وليس في قلبك غل على مسلم، يحبك الله حينما تكون مسلما قد حقق الإسلام فسلم المسلمون من يده ولسانه وزلات جوارحه وأركانه، يحبك الله إذا كنت محبا صادقا في حب الله. اقرأ كتاب الله وانظر أين محبة الله، أحب الله الصابرين فكن من الصابرين، وأحب الله الراكعين الساجدين فكن من الراكعين الساجدين، وأحب الله المتقين فكن من المتقين، وأحب الله المتوكلين فكن من المتوكلين. إن العبد تنزل به المصيبة وتحل به الكارثة في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، بل حتى صديقك وأخوك لو تركك وهجرك فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، فإن الله يحب أن يسمع منك ذلك. كل آية وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمتها أو سمعتها وعملت بها فإنها طريق لمحبة الله. نعم، من أخذ بالأسباب واستعان برب الأرباب على بلوغ هذا المقام فإن الله يبلغه، فمن صدق مع الله صدق الله معه. اللهم إنا نسألك محبتك ونسألك أن ترزقنا ما يحبك. اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا فيما تحب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك ثباتا على دينك واستقامة على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الفتن وأهلها. اللهم اصرف عنا فتن المفتونين وإرجاف المرجفين وضلال المضلين وإبطال الملحدين. اللهم احل بيننا وبين أذيتهم لنا في الدين يا حي يا قيوم إله الأولين والآخرين. عصمنا بطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب الكتاب والسنة والاستقامة على الشريعة والملة. ثبت أقدامنا وسدد أقوالنا وأعمالنا واجعل جميع ذلك فيما يرضيك عنا. اجعلنا ممن أخلص لوجهك وابتغى ما عندك فأحببته في الدنيا وأحببته مفارقا لها وأحببته عند وداعها، فكانت أسعد لحظاته فيها لحظة مصيره إليك وانتقاله إليك يا حي يا قيوم إله الأولين والآخرين. اجعل أسعد لحظاتنا لحظة خروجنا من الدنيا أن تتوفانا وأنت راض عنا وقد أوجبت محبتك لنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب أنبيائك وملائكتك وعبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا كل ما يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا كل ما يقربنا إلى حبك واصرف عنا كل ما يحول بيننا وبين محبتك. اللهم اغفر لنا ما كان وسلف من الذنوب والعصيان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.